السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريع ما بعد نشوف قيمة إن أنا أعمل روابط بين العناصر بحيث إن لما حاجة تتغير تتغير في كله. على سبيل المثال مثلا دي عندي غرف فندقية، تمام، وهبدأ أعمل مثلا الدايمنشن كده أهوت، تمام، وأقول له خليهم إيكوال بحيث كلهم زي بعض، وأخلي الرقم ده يظهر هنا، أحول الليبل ده من الإيكواليتي ديسبلاي، هقول له زر لي الفاليو بالشكل دوت، تمام. وربطت الباب بالحيطة، يعني عملت دايمنشن دايمنشن بين الحيطة وبين دوت اهوت، تمام، وقفلتها بحيث انها تتغير معاها. طيب لو انا جيت دلوقتي بقى وغيرت مثلا الحيطة من حوايط، بص اللي بيحصل، كلهم بيتغيروا بنفس القيم وكلهم المسافة بينهم واحدة، وهنا مثلا ده برضو نفس الفكرة اهو. فتقدر بسهولة جدا لو جالك أي تعديل، التعديل يحصل في كل الغرف مرة واحدة. احنا هنا واخدين 4 غرف، ممكن يكون عندك 50 غرفة، ممكن مثلا المسافات عايز تغيرهم كلهم مرة واحدة. فبيبقى الموضوع سهل جدا بمناسبة إن أنت استخدمت الكونسترين أو استخدمت المحددات أو ربطت العناصر بعضها ببعض. في حاجات كتيرة ممكن تكون إيه، المسافة بين المكنة والحيطة لازم تكون ثابتة، فكل مكنة تروح رابط المسافة بينها وبين الحيطة مثلا بمتر، بحيث لو انت غيرت اي حاجة تتغير معك اوتوماتيك، ما تبقاش الحيطة مثلا قربت من المكنة وهكذا.